السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بيكم النهارده معانا حاله جديده الحاله دي عباره عن درس عامل خراج بالشكل ده طبعا حاله زي دي علاجها طبعا ان هي تتعمل حشو عصب لان السبب الرئيسي في الخراج هو القنوات بتاعه الدرس حصل لها نكروزز فبتبقى مليانه عفونه مليانه بكتيريا مايكروبس كل ده بيبقى محتاج ان هو ينضف عشان الخراج ده يخف بس الخراج هنا طبعا خراج بقاله فتره كبيره دوب العظم حوالين الدرس وفتح في الفم بساينس او ناسور فده ادى فرصه ان احنا نبدا نعمل كيوريتاج لل للبؤره بتاعه الخراج ده زي ما انتم شايفين احنا من غير ما نستخدم اي إيه كونترا يعني اللي هنفتح بيها على الخراج نفسه الخراج نفسه هو فاتح العض ففي سهولة ان احنا نوصل للمنط... للمنطقة, دي ونبدأ نعمل إيه كيوريتاج بالشكل ده طبعا لو الخراج مش مش عامل ساين استراكت مفيش امكانيه ان احنا نعمل كيوريتاج في الحالة دي مش هناخد يعني فيش إمكانية لحاجة زي كده غير السيرجري الجراحة وطبعا ده ما بنلجألوش في الأول يعني لازم الأول بنعمل حشو عصب كويس لأن في حالة كتير جدا بتخف من غير ما نلجأ للجراحة بس أنا هنا عندي إمكانية زي ما شايفين كل ده جرانيلوشن تشو بقرة الصديق بقرة الخراج نفسه ده بيساعد ان الحالة بعد كده تخف طبعا بعد ما بنعمل كيوريتاج هنبدا نعمل حشو عصب هنبدا اول حاجه ان احنا نفتح غرفه العصب بحيث نوصل للقنوات بتاعه الدرس زي ما احنا شايفين كده وصلنا للقنوات بتاعه الدرس الدرس ده فيه ثلاث قنوات بالشكل ده هنا بنعمل ريجيشن بن بنغسل المنطقه اللي تحت الدرس اللي فيها الخراج بصلين او محلول ملح بحيث يساعد على ان المنطقه دي تنضف ويساعد ان المنطقه دي يحصل لها التئام مره اخرى طبعا بعد ما حضرنا القنوات بنشوف اطوال بنتاكد من اطوال القنوات بحيث الحشو ما يبقاش ولا شورت ولا معدي الدرس هنا دي جلسة تانية جلسة التقفيل الدرس ده تعالج على جلستين الجلسة التانية هتكون عبارة إن إحنا القنوات نعمل لها كويس جدا بحيث كل البكتيريا اللي موجودة فيها تبدأ تموت كل الأنسجة اللي حصل لها كلها تتشال فيدي فرصة للجسم إن الخراج يلتئم والعظم اللي داب بسبب الخراج يرجع يتكون مرة تانية هنا بعد ما خلصنا غسل القنوات هنبدأ ننشف القنوات كويس جدا لأن لازم لما نيجي نعمل حشو لكل قناة لازم تكون جافة تماما ده بيكون من عوامل نجاح حشو العصب طبعا هنا يعني دي يعني طريقة من, طريقة من ضمن طرق الأوبتوريشن أو حشو العصب بنحط الماستر كون الأساسي وبعد كده بنحط جنب منه الأكسسوارز بحيث كل الفراغات اللي موجودة في القناة تكون اتقفلت فما يحصلش اي تسريب لبكتيريا بعد كده زي ما انتو شايفين فكرة ان وجود خراج وان الخراج ده يخف يعني خراج اسفل درس بالشكل اللي معنا في الحالة دي معتمد على ان الحالة يتم لها حشو عصب جيد القنوات ما يبقاش فيها اي انفكشن ما اي بكتيريا وتتنشف كويس وتتحشي تحت عزل كويس زي ما احنا مركبين كده الرابر دام ده ده عامل عزل الدرس كويس جدا بالاضافة هنا الجزء الخارجي من الدرس بعد ما خلصنا القنوات ده برضو لازم يتقفل كويس فافضل حاجة بيكون حشو الليزر حشو الليزر بيمر بالمراحل دي عملنا اول حاجه اللي هو الاسيد اتش اللي احنا اتغسل ده وبعد كده بنعمل بوند وبعد كده بنبدا اه نحط حشو الليزر ده طبعا بيحمي القنوات وبيمنع ان يحصل اي تسريب لبكتيريا لجوه القنوات دي. هنا فيلم الأشعة بعد ما خلصنا حشو الدرس لو هنبص هنا بقى يعني هنا قبل ما اشتغلنا خالص الخراج بالشكل ده هنا بعد حوالي خمس شهور متابعة لو بصينا هنلاقي الخراج ملوش أي أثر في فم البيشنت زي ما انتو شايفين حصل التئام تماما الخراج ده لو بصينا هنا برضو ده فيلم الأشعة قبل هنا بعد حصل التئام العظم بدأ يتكون مره تانية زي ما احنا شايفين فبالتالي حافظنا على الدرس من الخل في ناس بتكون فاكره ان حل المشاكل اللي زي دي ان الدرس يتخلع وطبعا ده مش صحيح احنا بنحافظ على الاسنان بنعالجها اه ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده وتعملوا سبسكرايب للقناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته